مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير لفائة في الجبنة. عندي 400 جرام طحين، نص ملعقة صغيرة سكر، نص ملعقة صغيرة ملح، حوالي 4 معالق طعام حليب سائل، ملعقة صغيرة خميرة، ومي حسب الحاجة، مي فاتر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الخميرة، الملح، السكر، بحركهم مع بعض، بحط الحليب، بحط شوي شوي من المي وبعجن. بصرت العجينة بهيدا الشكل، ما استخدمت المي كلها، ضل من المي. برش عليها طحين خفيف بهيدا الشكل وبغطيها وبتركها تخمر حوالي ساعة. بعد الساعة بس خمرت العجينة، عندي حوالي ملعقة طعام سمسم، ملعقة طعام حبة السوداء، وعندي زيت نباتي والجبنة. لنكفي الطريقة. بسم الله، برش طحين، بشيل شقفة من العجينة، قسمتها على النص للعجينة، برقها. بسم الله، بس رقيتها للعجينة بهذا الشكل. هلأ بحط عليها جبنة، بمسح الجبنة على العجينة. فينا نعملها بأي جبنة نحنا منرغبها حسب الرغبة. بس حطت الجبنة، هلأ بلفها أنا وياكم. بسم الله، عملها بهذا الشكل. هلأ بقطعها، قطعتها بهيدا الطول. عنا هيدي الصينية بدهنا الأرض زيت، وبصف العجينة. بسم الله، ببعدهم شوي عن بعض. هلأ رح كفي القسم التاني من العجينة نفس الطريقة. بعد ما لفيت القسم التاني من العجينة، هلأ بغطيهم وبتركهم يخمروا حوالي ساعة. بس خمرت العجينة بهيدا الشكل وتضاعف حجمها. هلأ بدي ادهنها بزيت نباتي، بدهنها بهيدا الشكل عجوانب ومن الأعلى. بس دهنتهم بالزيت، هلأ برش عليهم سمسم وحبة البركة. عم حمل الفرن اكيد على درجة حرارة 250. هلأ بحطهم بالفرن. هولي لفائف الجبنة بعد ما طلعوا من الفرن، اخدوا حوالي 19 دقيقة بالفرن. بدي اعمل انا وياكم طريقة حلوة تيراميسو بدون بيض. عندي 150 ملي حليب، ملعقة طعام نسكافيه وملعقتين طعام سكر، كوب مي سخنة، وجبنة ماسكربوني 250 جرام، وثلاث معالق طعام سكر بودرة، ظرف كريمة، والبسكوت. بسم الله، بحط الكريمة فوق الحليب، بخفقهم منيح مع بعض على سرعة عالية. أكيد الكريمة بنمشي على الطريقة الموجودة على الظرف. بس خفقت الكريمة بهيدا الشكل، ما خليتها تشتد منيح. هلأ بحط الجبنة فوقها. بسم الله، بس حطت الجبنة بخفق على سرعة خفيفة. بدي حط سكر البودرة، برجع بخفقهم مع بعض. خلصنا الخفق. بعد ما خلصت الخفق، هلأ شو بدي أعمل؟ بحط المي السخنة فوق النسكافيه والسكر. بسم الله، بحركهم
نحركهم منيح مع بعض ليدوب السكر والنسكافيه. هلا بغط البسكت بالنسكافيه بهيدا الشكل وبصف بالصينيه، صفهم بالصينيه. بس حطيت البسكت بهيدا الشكل، هلا بحط الكريمه. بحط نص الكريمه مش كلهم. مدن بالصينية نفس المستوى أكيد. هلا نفس الشيء برد شوي النسكافيه، بعملهم بإيدي. بعد ما حطيت البسكوت كمان بحط الكريمة على الوجه. بعملها بهيدي الطريقة لأتأكد إنها نفس المستوى. شفتوا كيف؟ هلا بحطها بالبراد أقل شي 3 ساعات. هيدا التيراميسو بعد ما سقع منيح بالبراد، أنا تركته للتيراميسو بالبراد ليلة كاملة. بعد ما قطعت السنيطة هلا بدي زين أنا وياكم. بعمل السنيطة بهيدا الشكل. بسم الله. بلزقها شوي على الكريمة، كمان نفس الشي. هلا بدي رش كاكاو على الوجه. بشيل السنيتة اكيد على رواق. بسم الله. هلا بدي اشوف انا وياكم كيف طلعت حلوى التيراميسو من الداخل. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلوى التيراميسو اللي عملتها انا وياكم بعشر دقايق. اكيد الزينه حسب الرغبه. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. If you want to see this recipe, it's in the description box. Bye bye.